حدث في مصر انه نادي الزمالك فاز بالدوري والناس كانت سعيده ومبسوطه، وبعدين بدات الازمه الخاصه بدرع الدوري والازمه الخاصه بتسليمه ومعاها الازمه الخاصه بالنجم لاعب الزمالك الكبير شيكابالا، ووصلنا لغايه العقوبه، وصلنا لتصريحات من الاتحاد بانه من الممكن اعاده النظر في العقوبه اللي هي 8 شهور و500 الف جنيه. ايه اللي بيحصل بالظبط في نادي الزمالك دلوقتي، خصوصا انه كمان كان في بعض المواقع على الانترنت نشرت اخبار مرتبطه بدرع الدوري؟ فقلنا نسال الاستاذ حسين السمري، موجود معانا على التليفون طبعا الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك يا استاذ شريف. اولا الف الف مبروك على الدوري. الله يبارك فيك، ومبروك لكل الزملكاويه في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم. الف مبروك. اولا نسألك بس عن ال 12 من ساعة ونص كده، درع الدوري اختفى من النادي فعلا كم ساعة؟ بص انا حضرتك انا لسه بعت للاستاذ ياسر صورتي وانا متصور جنبيه النهارده. تمام. الدرع في مكتب رئيس النادي اللي هو فيه كل الدروع اللي حاز عليها نادي الزمالك في الفترة السابقة، وخروجه من مكتب رئيس النادي، مش خروجه من النادي. أيوة. بإذن مكتوب من كابتن حسين لبيب أو أنا أو ما ينوب عني. فما فيش حاجة حصلت الحمد لله. خالص لا، موجود وموجود ضمن كافة الدروع اللي حصل عليها النادي. ده حضرتك بتقول حتى إنه ما خرجش من المكتب؟ ما خرجش من المكتب أساساً. ما خرجش من المكتب، فأقول لحضرتك ما يعني كل الدروع دي هو كان بيخرج مثلا يتصور في مع بعض اللاعبين بتوصيل من امن النادي اللي بياخده من مكتب الرئيس ويرجعه لمكتب الرئيس ثاني فقط، يعني ما فيش حد بياخده من مكتب الرئيس الا باذن. يعني ده من مكتب داخل مفهوم. النادي والنهارده وبالتالي فخروجه من النادي ده مستحيل، لان سيتحمل مسؤوليته رجال الامن او اداره الامن النادي. مفهوم. اي ممتلكات للنادي يا استاذ شريف طبعا محظور خروجها، اي ممتلكات الا باذن كتابي وسبب الخروج. يعني هو ممكن يخرج يتصور مع اللعيبه مثلا او يتصور مع شخصيه زي بتزور بورقه وبعدين يرجع تاني؟ لا، في النادي. في النادي يعني يخرج بره المكتب يعني باذن مكتوب ويرجع جوه المكتب مره تانية. طبعا. وبيبقى مع واحد ياخده ويرجع ويرجعه، فاهمني حضرتك؟ مفهوم. واحنا اللي بنحدد الواحد ده مين. يعني مثلا بنجيب فرد امن بياخده مع اللي طالبه، واللعيبه طبعا في غرفهم، يعني ممكن يتصور مع فبينزل الدرع ويتصوروا ويرجع، او في الملعب. حتى لم يعني احنا عندنا فكر ان احنا نطرحه للتصوير للاعضاء والجمهور، بس بنحاول نستثمر هذا الموضوع بان احنا ممكن هنحط زي في غرفه زي استديو، واللي عايز يصور بالظبط يحط في قاعه كده صغيره ويصور معاه، وممكن يبقى بفلوس. وممكن يبقى بفلوس. الجماهير يزعلوا كده، عايزين يصوروا معاه مجانا او ما تبقاش فلوس كتير، يعني لا حاجه رمزيه كده. لا مش هيبقى فيها فلوس كتير، بس احنا بنقول يعني نستثمر الدرع في النادي. مفهوم. يعني طب حضرتك فكره يعني استثماريه طرحها مثلا الدكتور حسام مندوه والدكتور عاطف النيم. وان احنا بنفكر برضو يبقى في بعض المقتنيات الخاصه بالدرع، تيشيرت كذا كذا، ممكن اي حد يشتريه من داخل النادي. طب حضرتك اول ما كلمتك وانا بقول لحضرتك الف مبروك للدوري، حضرتك قلت لا. الله يبارك فيك وفي كل جماهير نادي الزمالك في مصر وفي الوطن العربي كله. طبعا، لان جماهير الزمالك عريضه يعني. ما انا بسال بقى ليه ده مدخل ليه؟ لانه برضه نشر انه نادي الزمالك المصري بالامارات اوراق تاسيسه بتقول انه يبقى درجه تانية للابد، فممكن تصحح لنا معلومه او تدقق لنا؟ بص حضرتك اللي بينشر على الانترنت او المواقع ما بتبقاش رسميه استاذ شريف، يعني احنا عشان كده عايزين نتاكد امبارح. نعرف ايه الموضوع بالظبط. احنا عملنا بروتوكول امبارح، والبروتوكول ده تم يعني دراسته قانونيا. تمام. ايوه. ونعلم جميعا ان مفيش اسم نادي الزمالك في الامارات،
لو في اسم النادي الزمالك تاني زي ما اعلن مثلا 2017 في اسم وفي كذا، طب جه منين؟ حتى لو انا افترض ان في اسم، هل خده قانونا القانوني اللي احنا منحناه من خلال البروتوكول بعقود رسميه امبارح وبيحفظ حق النادي في شعاره في اسمه؟ لا معلش، يعني البروتوكول ده بيقول انه في نادي اسمه نادي الزمالك المصري في دوله فريق. الامارات فريق كرة قدم اسمه نادي الزمالك مش نادي. لا يعني هو تمهيدا النادي، ما هو لازم حضرتك هناك عشان يبقى فريق يبقى لازم لأن النادي بيبقى عضو عام. طب وهل هل جزء من البروتوكول ده يا فندم انه ده يفضل فريق درجة تانية طول عمره؟ لا ما فيش حاجة كده، حسب النظام، حسب نظام المسابقة هناك. ما حدش قال تاني افرض لو هيصعد، هو اسم ضمن الاسماء اللي موجوده في فرق دوله الامارات. فالاسم ده ملهوش اي عواقب، لكن وفقا يعني لحضرتك بتقولوا انه البروتوكول بيقول انه مش مقفول عليه للدرجه الثانيه. لا 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 عمره بالكل بكده، لا لانك انت بتحاول تصعده يعني، لكن هو عشان اسم جديد زي مصر بالظبط يا استاذ شريف. يعني انا لو انشات نادي كويس مفهوم طبعا مش هيبدا درجه أنا اولى يعني. انا هدي حضرتك مثلا مثال بيراميد، خلاص ايوه بيراميد لو هي كان فريق نادي خد بالك كان لازم ينزل الدرجه الرابعه لو غير اسمه، ولكن بيراميد هي شركه بها نادي اللي اتباع الشركه وليس النادي، فاصبح يتغير اسمه بس يبقى في نفس المسابقه. نفس الامر ده في دوله الامارات مفهوم. انت نادي كتير جديد وتاسس بيشارك، مشاركته هي اللي تصعده او تخلي الباب مفتوح يعني انه يصعد وياخد طريق. طبعا لكن يبقى في الدرجه الثانيه دي لا طبعا، ما كناش احنا رضينا بيها يا استاذ شريف.